الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم طلابا وطالبات في درسنا لهذا اليوم، استراتيجية كتابة. أقرأ: تمر عملية الكتابة بعدة مراحل، أولها ما قبل الكتابة التي تعتمد على مهارة العصف الذهني، الذي هو أسلوب يعتمد على نوع من التفكير الجماعي، والمناقشة بين مجموعات صغيرة بهدف إثارة الأفكار وتنوعها، ومن ثم توليد قائمة من الأفكار التي يمكن أن تساعد في حل مشكلة ما، حيث تسهم الأفكار المتبادلة بين أفراد المجموعة والمجموعات الأخرى في توليد أفكار جديدة مطورة ذات قيمة أكبر. وحتى يحقق هذا الأسلوب أهدافه، يحسن الالتزام بأربع قواعد مهمة: أولا، تجنب انتقاد الأفكار التي يشارك بها الطلاب. ثانيا، تشجيع المشاركين على إعطاء أكثر عدد ممكن من الأفكار دون الالتفات لنوعيتها. ثالثا، التركيز على الكم المتولد من الأفكار. رابعا، الأفكار المطروحة ملك للجميع، بإمكان أي من المشاركين الجمع بين فكرتين أو أكثر، أو تحسين فكرة أو تعديلها بالحذف والإضافة. أولا، أكتب أكثر عدد ممكن من حقوق الجسد علينا. نركز أبنائي الطلاب في المطلوب، نريد أن نكتب أكثر عدد من حقوق الجسد. نبدأ: حقوق وواجبات من حقوق الجسد. ممتاز، منحه الراحة مع الموازنة، أحسنتم. كذلك نتذكر: ممتاز، بذل قوته ونشاطه في طاعة الله. وكذلك أبناء الطلاب، نفكر من حقوق الجسد. ممتاز، الاعتناء بالصحة وممارسة الرياضة. وكذلك أحسنتم، ألا يهلكه صاحبه بالعمل الشاق. كذلك أبنائي، ممتاز، ألا يهلكه بالتدخين والمسكرات. كذلك نفكر من حقوق الجسد. أحسنتم، شكر الله على العافية والعقل. كذلك من حقوق الجسد. نفكر أبنائي، حقوق الجسد كثيرة. نقول أحسنتم، مداواته إذا مرض. وكذلك ممتاز، تنظيفه إذا اتسخ. حقوق الجسد كثيرة، وهذه مجموعة من حقوق الجسد علينا. ننتقل للتالي: ما توصلت إليه مجموعتي من أفكار بعد المناقشة. أبنائي الطلاب، بعد المناقشة السابقة وكتابة أكبر عدد من حقوق الجسد علينا، توصلنا إلى: ممتاز، حق الجسد أن يريحه إذا تعب، وينظفه إذا اتسخ، ويطعمه إذا جاع، ويقيه من الوقوع في الزلات، ويعالجه إذا أصيب بالمرض. أحسنتم، ننتقل إلى التالي: ثانيا، على الشباب واجبات، ولهم أيضا حقوق على المجتمع احترامها. أذكر أكثر عدد ممكن من هذه الحقوق. أبنائي الطلاب، كما أن للشباب واجبات، لهم أيضا حقوق. نتذكر هذه الحقوق: ما توصلت إليه مجموعتي من أفكار بعد المناقشة. مناقشة حقوق الشباب، ممتاز، أولا، التعرف على اهتمامات الشباب وتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات. كذلك ممتاز، ثانيا، إنشاء النوادي والمراكز وتنمية المواهب، هذه من حقوق الشباب. وكذلك من حقوق الشباب، نفكر، ممتاز، احترام آرائهم البناءة وتشجيعهم. ملخص درسنا لهذا اليوم: استراتيجية الكتابة، يحسن الالتزام بما يلي: تجنب انتقاد الأفكار، تشجيع المشاركين على إعطاء الأفكار، التركيز على الكم المتولد من الأفكار.